تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. ارتكبت الطائرات الروسية اليوم مجزرة مروعة بحق أهالي بلدة معرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي، راح ضحيتها عشرة مدنيين إثر استهداف البلدة بأربع ضربات جوية طالت التجمعات السكنية وسط البلدة، وتعد الحصيلة الحالية غير نهائية لوجود عالقين تحت الأنقاض إضافة لحالات حرجة بين المصابين. أفادت مصادر صحفية بوصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، وقالت المصادر إن هذه القوات ستشارك في عملية تحرير مناطق عانة وراوة والقائم في المحافظة الخاضعة لاحتلال تنظيم داعش الإرهابي. وكانت تقارير تحدثت في الشهر الماضي عن استعدادات مشتركة بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية لشن هجوم كبير لتحرير هذه المناطق. قتل أكثر من 18 فردا من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات شرسة مع القوات الشرعية وضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي في محيط معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع غربي تعز خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن القوات الشرعية شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع المتمردين، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء القصف بالمدفعية الثقيلة. قال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي اتفق مع رئيس وزراء اليابان على أن بلديهما بحاجة لإقناع الصين بلعب دور أكبر في التعامل مع كوريا الشمالية. وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين إن المسؤولين أكدا على أهمية دور الصين في التعامل مع كوريا الشمالية وأنهما بحاجة لحث الصين على لعب دور أكبر. أشارت مصادر إعلامية أمريكية أن البيت الأبيض يدرس تجديد العقوبات المفروضة حاليا على طهران، مشيرة إلى أنه يعيد تقييم الاتفاق النووي معها بصورة أكثر صرامة. وقال مسؤول أمريكي إن من بين الخيارات المطروحة تسويغ العقوبات لتشمل فئات أخرى لها روابط اقتصادية مع الحرس الثوري الإيراني. دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من شهر حزيران يونيو المقبل في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات بريكست. وقالت ماي إن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر عدم الاستقرار وتجنب الانقسام بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، في أمان الله.